السلام الله عليكم. نشرة والواحدة، أهلا بكم والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل السيدة سفيرة مشروسة السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية أندونيسيا التي أدت له زيارة وداع. ضغط كبير على مستشفى سليمان عميرات بتوغرت بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19، وبقسنطينة مخطط استعجالي لاحتواء الوضعية الوبائية والتكفل بمرضى كورونا. استخفاف بالتدابير الصحية وعدم الامتثال لإجراءات الوقاية بسوق الخضر والفواكه بالرغاية. ترحل أزيد من 250 عائلة ببلدية براقي بالعاصمة إلى مساكن جديدة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم مجددا في تفاصيل الواحدة. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم سعادة السيدة سفيرة مشروسة السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية أندونيسيا التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر. أشرف اليوم وزير الطاقة عبد المجيد عطار على تنصيب المجلس الأخلاقي لمجمع سون الغاز الذي سيعمل على إرساء قواعد سلوكية باعتبارها همزة وصل مشتركة، كما سيضمن الميثاق الالتزامات القانونية في مسألة علاقة العمل ما بين العمال وطريقة التعامل مع الشركاء الاقتصاديين داخل وخارج الوطن لترسيم ممارسات التسيير الراشد. إذا أردنا الذهاب بعيدا، لابد من الحفاظ على مستقبل البلاد والأجيال القادمة، لأنهم سيكونون حتما بحاجة إلى البترول والغاز وبحاجة إلى طاقة، وعليه لابد من انتهاج سياسة الذهاب إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة واقتصاد الطاقة. هذه الهيئة اللي راح تباشر أعمالها راح تقوم يعني بإرساء يعني الشفافية، كذلك كأداة إنذار لكل يعني المخاطر فيما يخص التسيير، وخاصة وبعبارة يعني واحدة يعني أخلقت التسيير على جميع الأصعدة فيما يخص المعاملات في الداخل مع العمال، وكذلك في الخارج مع الزبائن المواطنين وكل المتعاملين الاقتصاديين. هذا واستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم سعادة السيدة بيير جيلون السفيرة فوق العادة والمفوضة لمملكة بلجيكا الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر. في التعاون يشارك اليوم الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وليد المهدي ياسين في الملتقى الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد بالإمارات العربية بحضور الوزراء المعنيين بالقطاعات الاقتصادية في المنطقة. وفي آخر مستجدات جائحة كورونا في بلادنا، سجلت أمس 527 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20216 حالة مؤكدة، في حين يزداد عدد المتماثلين للشفاء يوما بعد يوم، حيث بلغ 14351 حالة، من بينها 332 حالة تمثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت أمس 10 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1027 حالة رحمهم الله. ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولاية المنتدبة توغرت، ضغط كبير تشهده مصلحة كوفيد 19 بمستشفى سليمان عميرات. سهيل بندانيا يفصل.
أن يصلك الدور للكشف بجهاز سكانر عن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا بمستشفى سليمان عميرات بتوغورت ليس أمرا سهلا نظرا لارتفاع عدد الإصابات هذه الأيام. وضعية راهي تمشي ثقيلة، راهي تمشي ثقيلة، ماهيش متسارعة، راهي تمشي، راني من 7 نتاع الصباح اللي الفرقة راني باش نعقب الوالدة ومازال الرجل أختي راه الأخ. حسيت سخانة، بعد السخانة نهارين سخانة من الراس العينين مش قادر نهزهم، بعد فشلة، بعد الفشلة بدا النيف شوية يسيل، ومن بعد رقعت نحس كلي قصبت هنا الهوائية، وكي تأكدنا من الوالد جيت نتأكد حتى أنا. أول حاجة احنا نديرو بون انتيغوغاتوار، نهزولو السخانة، نشوفو النسبة تاع ساتوراسيون تاعو، من بعد نعطوه يديرو سكانير، السكانير هو يوجهنا. وأدى ارتفاع عدد الإصابات بمستشفى توغورت إلى الرفع من طاقة الاستيعاب ووضع مصالح أخرى تحت تصرف الكوفيد. العدد تاع الحالات تزايد بزاف ولا ضغط كبير على المؤسسة، وين كنا كل مرة نمشوا، يعني فتحنا كان عندنا هنا 24 لي، ومن بعد زدنا فتحنا دوز بور كخطوة أولى، زدنا فتحنا مصلحة اللي فيها 26 سرير، وبعد ذلك مشينا زدنا 26 وزدنا أنوتر سيرفيس فني وين 26، يعني حاليا راي عندنا طاقة استيعاب كما قلت لك 102 سرير. كما تعرف مصلحة الإنعاش تزايدا في عدد المرضى تحت التنفس الاصطناعي، وضعية يمكن للمريض أن يتفاداها باحترام إجراءات الوقاية. عدد كبير، رانا نشوفوا ما نقول لك بالك 50 إلى 70 مريض في النهار، حالات الاستشفاء كبيرة جدا، ما نقدرش بالك نحصل لك ساعات نوصل حتى نشدوا 40 مريض، يعني الوضعية مزرية جدا. لو كان تصور المواطنين كيف راه ولا المرضى كيف الحالة تاعهم، والمواطن إلا باغي يعاون نفسه قبل ما يعاوننا احنا، انا ما نطلبش انا نقول له المواطن عاوني، يعاون روحه لانه كيجي من بعد هو اللي ما راحش يلقى البلاصه. ويمكن للمصالح الاستشفائيه بتوغورت من اعتماد التشخيص الجواري لتخفيف الضغط على مصلحه الكوفيد، وتبقى الوقايه والتوعيه احسن علاج. وقصد الرفع من طاقة استيعاب المؤسسات الاستشفائية، سطرت المصالح الصحية لولاية قسنطينة مخططا استعجاليا لاستقبال المصابين بكوفيد 19 والتكفل بهم. أمينة بعطوش تفصل. بعد عرض تقييمي شامل للحالة الوبائية خلال هذه الفترة التي تميزت بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بقسنطينة، تم تصدير مخطط استعجالي لاحتواء الوباء يهدف إلى توسيع كل طاقات الاستيعاب لاستقبال مرضى كوفيد 19. توسيع هذه المستشفيات كما قلت باش ندخل مستشفى الخروب في الشبكة الرسمية، قلت باللي راه كاين المدرسة العليا نتاع التكوين الشبه الطبي اللي راها الآن أثثت من جديد لاستقبال 85 مريض، لأن كاين 85 سرير. من جهة أخرى عينا أحد المؤسسات النزل ستانوتال بمدينة قسنطينة لاقتناء التحاليل نتاع البي سي آر، قلت بلي ان 800 مليون سنتيم ستقتنى في خلال هذه 48 ساعه. فالكل مجند للتصدي لهذا الوباء، الا ان استهتار فئه من المواطنين ولا مبالاتهم يكسر كل جهود الوقايه. يا اختي تشغل درنا شويه ضغط في السخانه هذه، على هذه نخليوها في الجيب، تبقي نكونوا في بلايص وين الغاشي والناس بزاف نجبدنا نلبس لها. كما شفناها ما مش لابسين ما لبسناش. والله سخانة مركبة ولكن متبعة التعليمات. الوعي ثم الوعي هو المطلوب اليوم، فمعاناة مرضانا اليوم مع الفيروس حقيقية لأن الوباء قاتل. والوعي بخطورة الوباء هو الحفاظ على الحياة، لكن الوضع بأسواق الخضر والفواكه لا يعكس الوعي الكافي ولا الحرص المطلوب، وهو ما وقفت عليه الزميلة حنان حداد في هذا الروبورتاج من سوق الخضر والفواكه برغاية. حنان حداد. صور تعكس استهتارا ونقصا في الوعي لدى المواطنين رصدناها بسوق الخضر والفواكه برغاية. مانيش مأمن بيا، ما خفت ما والو، الحمد لله بالبيا كاع. والبنت اللي قاعده تتلاقى مع الناس المرضى يعدو على بالي ومانيش دايره.
رغم اضطلاعهم بخطورة الوضع، إلا أنهم يتذرعون لعدم ارتدائهم القناع الواقي بمشاكل صحية. والأمر لم يتوقف هنا فقط، بل أن الاستهتار طال أيضا القصر. أنا ما نقدر لاش يا الأخت، صدقيني والله ما نقدر لها. يزم هكذا البوليسي قدامي باش نقدر لها. الله غالب، لا الله محمد، نحمل المرض وما نحمش الكمامة. أنا كنت تعملها ما نجمش نتخنق، كن نحيها نكون مليح، بصح نعرف كيف نمشي. ما نمشيش في الجماعة، ما نجمعش، ما نقعد لي سباس، ندير لي سباس على الناس. شحال في عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة. خلوك ولدك تجي هنايا للمارشي؟ ايه. هما بعتوك تقضي؟ ايه. ما خفتش من المرض؟ انا دايرين كمامات نورمال. وبالمقابل التمسنا وعيا من بعض الباعة والمواطنين، وهم يتأسفون لعدم امتثال الآخرين للتدابير الوقائية. دايرين معنا، كنا معلو شويه ما كانش الاخر تاع دوكا، الحمد لله دوكا كاين سيكيورتي لاباس الحمد لله. مع الامر موفر هنا، يجي كل صباح يفيريفو. قلت لك بنتي الناس رايت عندهم شغل، ما كانش المرض هذا، بصح المرض راهو كاين، رانا نشوفوا فيه يومي، بصح الناس من بالحجر، ما مش قايمين بالحجر، ما مش مدايرين. كاين ناس مرضى ما يديروش العزل، يقول لك ما كانش من هالمرض، المرض راهو كاين والكمامه لازم. وامام الظروف الصحيه الراهنه، يبقى وعي المواطن الحلقه الاساسيه في معادله القضاء على فيروس كورونا القاتل. والمجتمع والمدني له دور مهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا والتوعية بمخاطره، وهو ما تعكف عليه جمعية الأصالة والمعاصرة للخياطة والطرز بولاية أدرار، التي حولت نشاطها إلى خياطة الأقنعة الواقية وتوزيعها مجانا على المواطنين ومختلف المؤسسات بالولاية. وهبة مزوج تفصل. تعكف فاطمة وصديقاتها من الحرفيات بخياطة مئات الأقنعة الواقية يوميا وتوزيعها على المرة هنا وسط أدرار. فتحنا وعيت للبنات المتطوعات، ورانا شرينا شوية كتان وشوية مواد تعقيم والآخر، ورانا نخدمه. ماذا بينا إن شاء الله تاني إحنا في هذا المحنة نتاع الوباء، إن كاين الناس ما يقدروش يشرب، ماذا بينا نوفر لهم. مصنوعة من كتان جو طابل، نديروه من ثلاث طبقات، جوج زرق وحدة بيضاء، هيا ونخيطهم كيما هكاك بين بلاستيك. جينا هنا يا متطوعين ان شاء الله باش نخيطوا الكمامات، باش ربي يرفع علينا ان شاء الله هذا البلاء. مضارين نشرها بمبلغ، وهنا دوك لقينا الحمد لله، لقينا مع عندكم تبرع مع عندكم، ونشكرهم جزيل الشكر يا ربي. توعية الناس اللي ما راهم يعرفوا والو، اللي يقولوا هذا المرض ما كانش، ولا يقولوا ما هم، الله يعاونهم الله يوفقهم للخير ان شاء الله. إدارة مستشفى ابن سينا استحسنت كثيرا هذه المبادرة. جمعية الأصالة والمعاصرة شكر موصول على هذه المبادرات. لي موين دو بروتيكسيون نأكد عليهم كطبيب، نأكد عليهم هما السبيل الوحيد للقضاء على هذا الفيروس. تواصل جمعية الأصالة والمعاصرة عملها الخيري بتوزيع مئات الأقنعة على المستشفيات ومؤسسات أخرى بالولاية. إلى قطاع السكن، حيث انطلقت اليوم بالجزائر العاصمة عملية ترحيل كبرى لأزيد من 1000 عائلة. والعينة من الحي الجديد حوش المهوب ببراقي، الذي استقبل أكثر من 250 عائلة كانت تقطن حيين قصديريين ببرج البحر وبراقي وسط فرحة المستفيدين. الأجواء ينقلها لنا محمد ياسين نقاش. فرحة كبيرة لمسناها لدى هاته العائلات بعد معاناة كبيرة عاشوها لسنوات. باك تعرف وضوي كيف هذا، ميزيرية كبيرة خويا، ميزيرية حشرات نقولوا حنوشة طوانة بحاشا، ما ميزيرية كبيرة. اليوم ما رحمة ربي، يا والله رحمة ربي، حياة جديدة واحدة أخرى كاع. كنت ما تتصورش، يعني عايشة ما نقدرش نتصور لك، ما نقدرش نتصور كيفاش كنت عايشة، واليوم الحمد لله فتحوها علينا ربي، إن شاء الله يزيد يفتحها على خوتنا وعلى البلاد إن شاء الله. العائلات رحلت إلى الحي الجديد حوش المهوب ببراقي. الناس اللي راح يسكنوا اليوم هنايا على مستوى المقاطعة تاع براقي هي 254، كاين اللي جايين من عندنا من هنايا حي خديناه في إطار القضاء على البيوت القصديرية اسمه بوشاقور، وكذلك عندنا حي واحد آخر يجي من الدائرة الإدارية لدار البيضاء من برج البحري اللي هو بن جعيدة. الحي هذا تتواجد فيه كل
المستلزمات الضروريه باعتبار انه يتواجد بقلب تقريبا قلب مدينه برقي، بالاضافه الى تواجد كنا قمنا بالتنسيق مع المصالح المعنيه مديريه لوبي جي، وفرنا التجهيزات التربويه. بعد ترحيل العائلة مباشرة بدأت عملية الهدم لاسترجاع الوعاء العقاري، والذي سيستغل في إنجاز مشاريع للصالح العام. عائلة أخرى من براق وبرج البحر تلتحق بمساكنها الجديدة بولاد فايت، ومن هناك يلتحق بنا رفيق تودافت لينقل لنا تفاصيل عملية الترحيل. رفيق، كيف تجري العملية وما هي الأجواء عندك؟ أكيد، مرحبا جميعا. العملية عملية الترحيل الكبرى التي مست عدة مناطق هنا بالعاصمة تجري في ظروف حسنة، والسكنات والعائلات تصل تباعا إلى الموقع الذي نتواجد به، موقع سمروني الذي يضم أكثر من 4474 سكن. إذا اليوم العائلات التي تلتحق بموقع سمروني هي 219 عائلة قادمة من مركز بن جعيدة ببرج البحري، والعملية أيضا تتماشى و الوضعية الصحية التي تمر بها البلاد على غرار كل بلدان العالم. يحضر معي السيد والي ولاية العاصمة سيد يوسف شرفة، الذي وقف على كيفية وعلى مدى نجاح سير هذه العملية وبالذات هنا بموقع سمروني. سيد الولي، كيف مرت العائلة منذ صباحة اليوم وهي تتواصل إلى غاية نهاية اليوم؟ شكرا. هو العملية قمنا بتحضيرها منذ عدة شهور، هي إعادة البعث من جديد، إعادة الإسكان لمواطنين الموجودين على مستوى أحياء قصديرية أين المعيشة كانت صعبة. اليوم انطلقنا بترحيل موقعين، موقع الأول ببن جعيدة لأكثر من 600-750 عائلة تم ترحيلها، والموقع الثاني ببوشاقور ببراقي أكثر من 46 عائلة تم ترحيلها. يعني العملية مست تقريبا 800 عائلة، وستستمر في الأيام القادمة لكي تمس أحياء أخرى على مستوى الجزائر العاصمة في عدة بلديات، وتتبعها أيضا نشر قوائم الإسكان في إطار السكن الاجتماعي. هذه العملية أردناها أن تكون ليلة العيد الأضحى لكي يعني ندخل أكثر فرح وسرور للعائلات، ولكن هذه العائلة لابد أن تتبع بعمل وقائي نظرا بما تعيش فيه الجزائر كوباء. إذا نداء لندير المواطنين هو احترام كل الإجراءات الوقائية، منها وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، هذا حماية ليه هو للعائلة تاعو، وإن شاء الله نزيد نحضر العملية الأخرى في أحسن ظروف إن شاء الله. وهي بداية فقط والعمليات متواصلة. إذا شكرا لك سيد الولي يوسف شرفة ولي ولاية العاصمة، هنيئا لكل العائلات التي التحقت ليلة عيد الأضحى بمساكنها، والعقوبة للبقية إن شاء الله. شكرا لك رفيق، كنت معنا مباشرة من ولاد فايت. في التنمية المحلية، تعرف بعض مناطق الظل بولاية معسكر إنجاز مشاريع هامة في عدد من القطاعات الحيوية كتعبيد الطرقات وفتح المسالك بهدف فك العزلة عن سكان هذه المناطق النائية، تقول نوال بن طوبة. هنا بدوار الميدة دائرة عين فكان أبعد منطقة ظل بولاية معسكر، بدأت التنمية تشق طريقها على غرار العديد من مناطق الظل بفتح الطرقات والمسالك الوعرة. الطريق كنا مغابنا حد تغدى تجيبه لوطو، اللي ما عندهاش لوطو يغدى به يكري لوطو ما يجوش. الطريق رانا في رحمة ربي، الضو الماء راه جاي. الظروف كان يعانوا منها، ما كانش يبغوا يطلعوا الوطا، خاطرش من تبغي تجيب بوطا ولا حاجة المال الماشية يقول لك الطريق من الآخر ما يبغيش يجي، يقول لك يقول لك الطريق ضايعة. ومن بعد كنا من دروك كيما دروك الحمد لله يا ربي دروك نسقموها دروك أي حاجة يطلع. الطريق كان خاسر بزاف، وكان يشكل صعوبات للتنقل تاع المواطنين والاطفال المتمدرسين. واليوم الحمد لله كي تخدمت الطريق راه فيها تحسن،
تحسن كبير. 268 كيلومترا من الطرقات عبر 155 منطقة ظل بالولاية، فيما تتواصل الأشغال لفك العزلة عن باقي المناطق. غطينا أكثر من 155 يعني كدوار أو سكن أو مجمع سكني تابعا لمناطق الظل، فيها تقريبا 56 مشروع. احنا وطيرة الأشغال وهي جيدة تفوق 90%. للإشارة تحصي ولاية معسكر 369 منطقة ظل تتواصل بها الجهود لتحسين ظروف عيش ساكنيها. أدانت محكمة سيدي محمد اليوم رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع في عدة تهم ذات الصلة بالفساد ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد وبلال ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 8 ملايين دينار، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دينار. دوليا يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في العالم ليتخطى العدد الإجمالي للإصابات عتبة 13 مليون مصاب، حيث تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا رهيبا في عدد الإصابات والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 63 ألف حالة ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 3 ملايين مصاب. هذا فيما تستعد عدة دول إلى إعادة فرض الحجر والإغلاق بعد ارتفاع عدد الإصابات لا سيما في أمريكا اللاتينية والهند. تسببت الأمطار والموسمية التي تهطلت أمس في عدة مناطق من جنوب آسيا في غمر ثلث أراضي بنغلاديش وفرار نحو 15 ألفا إلى مناطق آمنة، كما أدت الفيضانات في الهند إلى هلاك 77 شخصا جراء الانزلاقات الطينية والأمطار التي لم تتوقف منذ أسبوعين مخلفة أضرارا مادية كبيرة. قرر المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم تأجيل الفصل في الموسم الكروي الحالي إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية التي سيحدد تاريخ إجرائها في وقت لاحق. ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل كلا من السيدة سفيرة ماشروسا السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية اندونيسيا والسيد بيار جيلان السفير فوق العادة والمفوض لمملكة بلجيكا اللذين أديا له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتهما في الجزائر. ضغط كبير على مستشفى سليمان عمرات بتوغرت بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 وبقسنطينة مخطط استعجالي لاحتواء الوضعية الوبائية والتكفل بمرضى كورونا. استخفاف بالتدابير الصحية وعدم الامتثال لإجراءات الوقاية بسوق الخضر والفواكه بالرغاية. ترحيل أزيد من 250 عائلة ببلدية براقي بالعاصمة إلى مساكن جديدة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش. نهاية النشرة، تحياتي تحيات الفريق العامل معي، ألقاكم في الثالثة في أمان الله.